بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. هذه المحاضرة التاسعة من مساق ريادة الأعمال والابتكار لطلبة الماجستير في القيادة التربوية جامعة مدوشة. قبل أن نبدأ موضوع محاضرتنا لليوم، دعونا نستذكر أبرز ما ورد في المحاضرة السابقة. تحدثنا سابقا عن التفكير المنطقي وخطواته. بدأنا أولا بالمنطق، وهو العلم الذي يدرس مناهج الفكر وطرق الاستدلال السليم. وعرفنا المنطق أيضا بأنه العلم الذي يدرس طريقة تقييم الحجج والدلالات لتجنب الأخطاء في التفكير. كما عرفنا التفكير المنطقي بأنه نوع من أنواع التفكير يعتمد على أسس منطقية، بما في ذلك الاستنتاج والاستقراء والحجج والأدلة من أجل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات أو حل المشكلات. وميزنا بين التفكير العاطفي والتفكير المنطقي، فالعواطف هي حالات فسيولوجية ترتبط بشكل متنوع بالأفكار والمشاعر والاستجابات السلوكية، والتفكير العاطفي غالباً ما يكون بناءً على ميولاتنا ومعتقداتنا. ومن أنواع التفكير المنطقي التي ذكرناها الاستدلال بالاستنتاج، وهو الاستنتاج بالمضمون من خلال تأكيد قاعدة عامة للانتهاء باستدلال محدد ومضمون. الاستدلال الاستقرائي الذي يبدأ بملاحظات دقيقة ومحددة حتى ينتهي بالاستنتاجات العامة. الاستدلال العقلي، وهذا النوع من التفكير المنطقي يكون محاولة لتجربة الحظ، حيث يبدأ بمجموعة غير محتملة من الملاحظات. التفكير الاستنتاجي، ويمكن تعريفه بأنه الاستنتاج الذي يتم التوصل إليه من خلال تطبيق الحقائق والبيانات المتاحة. التفكير التقديري والتفكير الاستقرائي كذلك من أنواع التفكير المنطقي. والمبادئ التفكير المنطقي التي ذكرناها مبدأ التجريد، ومبدأ التعميم، والحكم، والمنطق، والاستدلال. وفيما يتعلق بشروط التفكير المنطقي، ومنها الكفاية والمقصود بها القدرة على تحقيق نشاطات قابلة للملاحظة في السياقات المختلفة، الإحكام بحيث لا تؤدي القضايا والتصورات إلى تناقضات فيما بعد، استقلال الأفكار بأن لا تكون مرتبطة بالقضايا الأخرى، والإيجاز بأن يكون عددها أقل ما يمكن، والخصوبة بأن يكون عددها أيضا متضمن للعديد من المعلومات والنظريات. خطوات التفكير المنطقي: الشعور بالحاجة إلى التفكير واستحضار المعلومات والخبرات المختزنة، والبحث عن الأفكار المساندة ودراستها للتعرف على مدى الإفادة منها، واختيار الحل الملائم واختباره للتأكد من صلاحيته قبل عملية التنفيذ. ومن خصائص التفكير المنطقي التي ذكرناها بأنه يعتمد على إيجاد العلاقات بين القضايا والظواهر المراد فحصها، وبين المعلومات والخبرات السابقة في ذاكرة الفرد، بأن التفكير المنطقي كذلك تفكير منهجي محدد الأدوات وواضح الأساليب، وهو تفكير عملي يستند على عمليات عقلية، ويتمركز التفكير المنطقي بتفكير الفرد في البداية، ثم يتطور ليتفاعل بعدها مع القضايا التي يثيرها الأفراد أو البيئة من حوله. ومن مهارات التفكير المنطقي جمع وحفظ وتنظيم وتحليل وإنتاج وتقييم المعلومات. وذكرنا بأن المفكر المنطقي هو الشخص الذي لديه القدرة على تحليل ومراقبة المواقف أو ردود الأفعال أو المهام للتوصل إلى الاستنتاجات المنطقية، بحيث أن المفكر المنطقي لديه القدرة على إيصال أفكاره، فهو منفتح على الأفكار الجديدة والآراء المختلفة، ويأخذ الوقت الكافي لجمع المعلومات، وأيضاً يتجنب قبول المعلومات في ظاهرها، فهو يريد معرفة البيانات أو الأدلة بعد عملية التأكد. ومن أهمية التفكير المنطقي في حياة الفرد التي ذكرناها الوصول إلى البراهين، التعرف على الأسباب والمسببات، الوصول إلى الأدلة التي تثبت البدائل المفترضة أو تنفيها، اختبار الآراء وتحليلها، وتشجيع التفكير المستقل وغيرها. وميزنا أيضا في المحاضرة السابقة ما بين المعلومات والاستنتاجات والافتراضات. بشكل مختصر، المعلومات تشكل المادة التي تبنى على أساسها الفرضيات، والافتراضات هي اتجاهات ومعتقدات موجودة في الوعي واللاوعي تؤثر وتتأثر بالاستنتاجات والمواقف التي يمر بها الفرد
والاستنتاجات هي خلاصة عقلية لموقف معين تعتمد على افتراضات سابقة موجودة لدى الفرد. ومن النصائح التي ذكرناها لتطوير مهارات التفكير المنطقي التعود على التساؤل، البعد عن التحيز، وأيضا ممارسة عملية التقييم الذاتي وتخصيص الوقت الكافي من أجل تحليل العمليات قبل اتخاذ القرارات والتدرب على الاستماع الفعال. سنتناول اليوم موضوع أدوار القادة في تعزيز الإبداع والابتكار، والمرة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن الفصل الأخير في هذا المساق بعنوان تنظيم وتنسيق الإبداع التكنولوجي. سنتحدث في هذه المحاضرة عن أدوار القادة في الإبداع والابتكار. سنبدأ أولاً عن أهمية الحديث عن القيادة والقائد، أسباب الحاجة إلى القيادة الإبداعية في المؤسسات التعليمية، مفهوم القيادة، وشرح جملة كل قائد مدير وليس كل مدير قائد، معايير اختيار القادة وفنون القيادة، وأهمية الإبداع بشكل عام، وأهمية الإبداع الإداري أو ما يسمى بالإبداع القيادي، تعريف القائد وأساليب القيادة الإبداعية المتنوعة، وكيف تحدث عملية الإبداع القيادي، وما هي أساليب تنمية القيادي، ما هي مقومات القائد الإبداعية، وما هي مهارات القائد المبدع المبتكر، وكما سنتحدث أيضا عن الممارسات الإدارية التي تؤثر في الإبداع وأدوار القادة في تعزيز الإبداع في المؤسسات، مهارات القائد التربوي المبدع والقدرات الإبداعية التي تدفع هذا القائد إلى النجاح والتميز، كما سنتحدث أيضاً عن طرائق تنمية التفكير الإبداعي، وأخيراً سوف نتناول موضوع معيقات العمل الإبداعي أو معيقات الإبداع الإداري أو القيادي. بدأت العديد من المؤسسات بالعمل على تحسين وتطوير عملية اختيار القادة والتعرف المبكر على المواهب القيادية لديهم، وذلك لإدراكها لأثر القادة على سلوك الأفراد والجماعات ومستوى أدائهم في التنظيم، وبالتالي على تحقيق الأهداف بشكل مباشر. فلم تعد المؤسسات في عصرنا هذا بحاجة إلى المدير الذي يرى أن جل ما عليه فعله هو تنفيذ ما عليه من أعمال ضمن الأنشطة والمتعارف عليها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، بل أصبحت حاجة هذه المؤسسات إلى القائد المبدع الذي يسعى قدماً نحو التقدم والازدهار، وذلك نتيجة لتزايد الطموحات وتعدد حاجات هذه المؤسسات وتنوعها. لذلك تجتهد المؤسسات بصورة عامة في تهيئة مستلزمات وعوامل وأسباب ومرتكزات بقائها واستمرار تفوقها، خاصة في مواجهة تحديات العولمة، حيث تتباين هذه المؤسسات في قدراتها أو في عناصر قوتها. لذا اهتدى البعض من هذه المؤسسات إلى تحديد الأسباب والنتائج، فأدركت المستقبل وسعت إلى تهيئة مستلزمات نجاحها وإنعاش دورة حياتها وتجديد طاقتها. وحتى تتمكن من ذلك لابد من تشخيص العناصر التي تعزز من بقائها في السوق لتبقى متألقة باستمرار، ومن هذه العناصر اختيار القادة. فنجاح هذه المؤسسات يكون مقترن بامتلاكها القدرات البشرية أو ما يسمى برأس المال الفكري القادر على التطوير والمعتمد على الابتكار والإبداع. فالابتكار والإبداع لهما دوران عظيمان في بقاء المنظمة في بيئة سريعة التغير. من هنا يمكن القول بأن اختلاف الأداء فيما بين هذه المؤسسات يعزى حقيقة إلى التباين في أنواع الموارد البشرية التي تكون متاحة في هذه المؤسسة. إن القيادة لها دور عظيم في نجاح المؤسسات كما نعلم، فنجاح هذه القيادات وسيلة للتنمية الشاملة على المدى البعيد. فاللحاق بركب الحضارة العالمية يحتاج إلى قيادة ناجحة تسهم في تحقيق النجاح لهذه المؤسسة، وبالتالي النجاح لباقي المؤسسات.
وبالتالي تظهر أهمية القيادة هنا في العملية الإنتاجية كأحد أهم الوظائف الهامة التي يجب دراستها والتعرف على الدور الذي تقوم به لتحقيق التفاعل والديناميكية الحيوية بين جميع الأطراف. فلا تصلح التجمعات البشرية ولا تنتظم من غير قيادة حكيمة تسعى لتحقيق مصالح تابعيها. لذا لابد للمجتمعات البشرية كما قلنا سابقا من قيادة تنظم شؤونها وتقيم العدل بينها، ولابد للمجتمعات على اختلافها من قيادة توجهها أيضا وتتولى التنظيم والتنسيق والتدريب والتعليم والبحث والممارسة والتطبيق وغيرها أيضا من الأدوار المهمة. وعليه يمكن أن نتحدث عن أهمية القيادة بشكل عام بأنها حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية، أنها البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهيم والاستراتيجيات والسياسات، وأنه من خلال القيادة يتم السيطرة على مشكلات العمل وحلها وحسم الخلافات والترجيح بين الآراء وتنمية وتدريب ورعاية الأفراد ومواكبة المتغيرات أيضا وتوظيفها لخدمة المؤسسة وتحقيق الأهداف المشتركة. أهمية القيادة الإبداعية لا تقتصر حاجة المؤسسات التربوية للقادة المتميزين فقط، بل تحتاج أيضا إلى إحلال الأسلوب التقليدي الشائع وتغييره إلى أسلوب ديناميكي حيوي قائم على روح الإبداع والابتكار. فقد بات هذا الأمر أمر ضروري خاصة للمؤسسات التربوية التي تسعى لتطوير خدمتها وتحسين جودتها، وهذا بكل تأكيد يستلزم وجود قيادة إبداعية ديناميكية مستمرة بإنعاش وتحسين المؤسسة. ومن أسباب الحاجة إلى القيادة الإبداعية في المؤسسات التعليمية بشكل خاص زيادة قدرتها التنافسية وتقديم خدماتها بشكل أفضل. يزيد الإبداع من تقدم المؤسسات التعليمية مقابليتها للتكيف أيضاً مع المتغيرات وزيادة المرونة في عملياتها الإدارية والفنية. كما أن الإبداع يساعد على اكتشاف ودعم قدرات الأفراد الذاتية وتوجيهها، ويسهم في بناء الثقة لدى الأفراد العاملين والتغلب على المعوقات الشخصية التي تحول دون قدرته على التعبير عن إمكاناته الإبداعية. كما أن الإبداع يسهم في تحقيق الذات والشعور بالإنجاز لجميع العاملين في المؤسسة التربوية، ويطور وينمي أيضا معارف ومهارات الأفراد، ويؤثر كذلك في اتجاهاتهم وسلوكهم، حيث أنه يوضح للأفراد مسارات التطوير والتجديد في المؤسسة، وبالتالي قدرتهم على الظهور بصور إبداعية متجددة ومستمرة. هذا يساعد الأفراد في إعادة تحديد أهدافهم وتصوراتهم عن العمل، وبالتالي قدرتهم على الظهور بصور إبداعية متجددة ومستمرة. كما أن القيادة الإبداعية تنمي المهارات الشخصية في التفكير والتفاعل الإبداعي من خلال عمليات وممارسات لتحفيز الإبداع في هذه المؤسسات مثل العصف الذهني على سبيل المثال. كما تعد القيادة الإبداعية القوة الفاعلة للتحرك نحو تجاوز توقعات المجتمعات والعملاء، وهذا ما تعده القيادة الإبداعية النشطة التي تشجع الإبداع لتوليد الأفكار الجديدة ضمن برامج للاقتراحات تتضمن حوافز واحتفالات لتكريم المتميزين أفرادا كانوا أم جماعات. القيادة في اللغة العربية مصدر الفعل قادة، وهو الذي يتولى توجيه الناس، وهي عند ابن منظور تعني القود، وهي نقيض السوق، فالقود من الأمام والسوق من الخلف، وهي تعني أيضا الأخذ بالزمام. أما اصطلاحا فلم يتفق الباحثون في العلوم الإدارية على تعريف واحد لمصطلح القيادة، فقد تباينت آرائهم تبعا لنوعية الدراسة وبيئة المؤسسة. هنفل على سبيل المثال عرف القيادة بأنها سلوك الفرد عند قيامه بتوجيه نشاطات الجماعة، أي أنها عملية تأثير في نشاطات جماعة منظمة عند قيامها بمهمة وضع الأهداف وتحقيقها. عرف أودري تيد
أيضا القيادة بأنها النشاط الذي يمارسه الشخص للتأثير في الناس وجعلهم يتعاونون لتحقيق الأهداف التي يرغبون في تحقيقها. وقد عرفت أيضا بأنها أحد أشكال الهيمنة التي بموجبها يقبل التابعون طواعية التوجيه والرقابة من قبل شخص آخر، وهو هنا القائد. كما عرفت أيضا بأنها التأثير الفعال على نشاط العاملين في التنظيم وتوجيه أيضا نحو الأهداف المرجوة. من هذه التعريف نرى لابد من توفر جماعة من الأفراد، وأيضا توفر عدد من الأفراد لديهم القدرة على التأثير الإيجابي في سلوك الآخرين، إذا العاملين المقصود هنا، وأيضا توفر القائد. قبل أن نكمل موضوعات محاضرتنا، فكر في الجملة الآتية: كل قائد مدير وليس كل مدير قائد. جميعنا نعلم أن القيادة والإدارة عنصران أساسيان في بناء فرق العمل الناجحة وتحقيق النجاح والأهداف لهذه المؤسسة. وعلى الرغم من أن القائد والمدير يتوليان دوراً محورياً في تحقيق الأهداف وتحسين الأداء، لكنهما يختلفان في الطبيعة والمهام التي يقومان بها. فالقائد كما تحدثنا أنه شخص يمتلك الكثير من المهارة والخبرة والكفاءة، وهذا يمكنه من تطويع الآخرين وقيادتهم بالإقناع والرغبة والمحبة وطيب الخاطر. ويختلف القائد عن المدير بأن القائد يشحذ همم العاملين معه ويبرز أعمالهم ويدعمهم للنجاح ويصنع منهم قيادات ناجحة، على غرار المدير الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات والروتين ويسلب نجاح العاملين ويصنع منهم فرق عمل روتينية تسير فقط الأعمال داخل هذه المؤسسة. كمان القائد هو شخص مبدع ومبتكر، يبحث عن التطوير والتجديد ويكسر قواعد البيروقراطية، لكن المدير على عكس ذلك هو منفذ للتعليمات والأوامر ومتشبث بكل أمر يعزز البيروقراطية لديه. القائد يعمل بروح الفريق الواحد، لكن المدير يعمل بروح المركزية. كما أن القائد يحدد وجهته ويخبر فريق العمل بالاتجاه الذي يريد الوصول إليه حتى يضمن بقائهم واستعدادهم لتحقيق الأهداف. وهناك حقيقة فروق كثيرة ما بين المدير والقائد، يمكن أن نلخصها في الجدول الآتي الذي هو أمامكم. على سبيل المثال، القائد يختار العمل الصحيح، لكن المدير يختار الطريقة الصحيحة للعمل. يركز القائد على الرؤية والرسالة، ولكن يركز المدير على بناء الهيكل التنظيمي ووضع الأنظمة والتعليمات. في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، صدق الله العظيم. بالتأمل في هذه الآية نجد أن هناك إشارة إلى المعايير المناسبة لتوظيف الأصلح والأنسب حتى يشغل الوظيفة المعينة أو المناسبة، حيث نجد أن هناك من هذه الآية معياران اثنان لاختيار القادة. المعيار الأول القوة، والمراد بها الجدارة في التأهيل والجد في التنفيذ والضبط والانضباط، ويمكن تسمية هذا المعيار كما في الشكل أمامكم بالكفاءة التأهيلية. المعيار الثاني هو الأمانة، المراد بها رعاية الحقوق وأدائها على الوجه الصحيح، ويمكن تسميتها هنا بالكفاءة النفسية. فالقوة والأمانة إذن هما القاعدتان الأساسيتان التي تعرف بهما الجودة في الأداء المهني وممارسات القائمين على الأعمال، وهما أيضا الميزان الذي توزن به الكفاءة والجودة والتميز، سواء كان العمل مسؤولية أسرة أو مهنة تعليم أو إدارة مؤسسة أو حتى رعاية الغنم، وهي الوظيفة التي قام بها موسى عليه السلام بعد أن وصفته بن شعيب بهذا الوصف، أي أن هاتين الصفتين لابد من تحققهما في كل من يتولى عملاً صغيراً أو عملاً كبيراً.
يقول مونتغومري بأن القائد هو الرجل العالم بفن القيادة، أي أن القيادة هي فن، وهذا ما يجعل الناس يتبعونه ويطيعونه. كما يقول هور بأن القيادة مبنية على العلاقات، وأفضل الإداريين هم من يدعمون العمل في الفريق الواحد القائم على الزمالة، ويثمنون التنوع ويشجعون النمو والتطور. إذن هناك فنون لابد للقائد أن يتقنها، منها فن إصدار الأوامر، وتكون هذه المهارة بناء على مقدرة وخبرة الأفراد العاملين. فن الاتصال هي من أهم مهارات الاتصال، وسبق وتحدثنا عنها في المحاضرات السابقة، والتي يمكن اختصارها بالهيومان تاتش، أي اللمسة الإنسانية. فن التأنيب، فالقائد لا يترك مجال حتى يتفاقم سوء التفاهم. فن معالجة التنمرات وتجنب الأوضاع التي تؤدي إلى صنع هذه المشكلات وإلى وجودها. فن المكافأة والتشجيع والثناء على الأعمال الناجحة والاعتراف بإنجازات الأفراد وتشجيع أيضا العاملين باستمرار. فن المراقبة من خلال الاحتكاك الدائم، وأيضا فن التعاون مع الزملاء والقادة الآخرين. فتذكر دائما أيها القائد أن غاية العمل ليست خدمة أشخاص أو أغراض معينة، وإنما خدمة مثل عليا يتقاسم الجميع متاعب تحقيقها. يقوم الإبداع بدور فاعل في حياة المجتمعات عامة وبيئات الأعمال خاصة، وعلى مختلف المستويات سواء الفردية أم الجماعية أو المؤسسية. كما أن الإبداع أيضا يلعب دور بارز في مساعدة الإدارة في إجراء تغييرات جوهرية، حتى تتمكن هذه المؤسسة من إيجاد مكانة مرموقة لها في السوق، سواء كان بتقديم خدمة مميزة أو بمنتج ذو جودة عالية. كما تبرز أهمية الإبداع أيضا في المؤسسات لإجراء التغييرات المطلوبة في ظل العولمة التي نشهدها، والانفتاح الآخر وإزالة الحدود والتغيير التنظيمي والمنافسة الشديدة بين المؤسسات للاستحواذ على الأسواق. يمكن للإبداع أن يكون في مجال الوظيفة من خلال تفعيل سياسة جديدة، أي إحداث تغيير في التوجه، إيجاد فرص جديدة لتطوير منتج مثلا، أو إيجاد سوق جديدة. أيضا يمكن استخدام أسلوب جديد أو تبني خطة عمل تشغيلية جديدة من خلال إجراءات عمل جديدة، أو استخدام أيضا تكنولوجيا جديدة للحصول على المخرجات. وتظهر أهمية الإبداع أيضا في انتقال المنظمة من مرحلة ما قبل الإبداع إلى مرحلة ما بعد الإبداع. والشكل أمامكم يوضح الفرق بين هاتين المرحلتين، من التشتت في العمل ما قبل الإبداع إلى تحديد المسار، من وجود أهداف ونوايا غير محققة إلى أهداف محققة تحقيق النتائج، من أمور مبهمة غير واضحة إلى التميز والوضوح، من أمور منتجات عادية إلى منتجات ذات جودة، من خدمات كذلك عادية إلى خدمات ذات توصف بأنها ذات جودة. القيادة الإبداعية والابتكارية. تعددت التعاريف للقيادة الإبداعية بتعدد المناهج والتخصصات، حيث أن البعض عرفها بأن المبادرة التي يبديها القائد بقدرته على الخروج عن التسلسل العادي، التسلسل التقليدي في التفكير، ويتم التغيير من خلال العملية التي يصبح عندها القائد حساساً للمشاكل والنواقص والعناصر المفقودة في المؤسسة، فيتم التوجه نحو التفكير الإبداعي لحل هذه الأمور. والبعض عرف القيادة الإبداعية بأنها نمط قيادي يتصف بسمات الحساسية للمشكلات والمثابرة والمرح والمبادرة والطرافة والغرابة، وأن البعض أيضا عرفها بأنها مجموعة من السمات والصفات والمهارات يستدل عليها من خلال سلوكيات ديناميكية مبدعة في شكل مبادرات غير مألوفة. إذا مفهوم الإبداع الإداري أو مفهوم الإبداع القيادي، إجراء تحسين فائق في الاستراتيجيات أو السياسات أو أدوات وأساليب العمل ومراجعتها من وقت إلى آخر لضمان جودة العمل عن طريق التوظيف الأمثل أو الاستثمار الأفضل للإمكانات المتاحة من أجل الوصول للهدف بأقل تكلفة وأسرع وقت.
نجد إذن أن القيادة الإبداعية هي القيادة القادرة على تغيير وتجديد واستحداث النهج والأسلوب الجديد في العمل من خلال استخدام تقنيات حديثة أيضا تتلائم مع متطلبات هذه المؤسسة، وفي نفس الوقت أيضا تتلائم مع تطلعات العصر وتلبي حاجات المجتمع. فهي تعتمد بالأساس القيادة الإبداعية على قدرة القائد أن يستخدم هذه الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة. كما تشمل القيادة الإبداعية القدرة على حل المشكلات بطرق جديدة، بطرق ابتكارية من خلال حفز الآخرين على التميز والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد. لذا لابد من توفير المناخ التنظيمي الملائم للإبداع للعاملين والاهتمام أيضا بتنمية الموارد البشرية. فالقيادة الإبداعية الابتكارية تتطلب أيضا تعليما قائما على توليد الأفكار، التأمل، سعة الأفق، رحابة التفكير، كما يتطلب شراكة ودعم من شركات القطاع الخاص والعام على المستوى المحلي والإقليمي. إذن التعليم الابتكاري القائم على الإبداع والابتكار يتطلب تبني النظام التعليمي الجديد المستحدث الريادي الذي يتيح للطالب فرصة التأهيل الملائم حتى يغوص مع هذه المستجدات التي نشهدها في السوق المحلي أو العالمي. وفي التعليم أيضا يبرز دور القيادة الإبداعية من خلال بناء جيل المعرفة والتحول نحو الاقتصاد المعرفي. لذا ينبغي تطوير البرامج التدريسية والتدريبية في مؤسسات التعليم الجامعات والمدارس حتى تتلائم مع الرؤية القائمة على الإبداع والابتكار. يمكن تعريف القائد بأنه الشخص الذي يوجه ويرشد ويهدي الآخرين الذين يقبلون هذا التوجيه والإرشاد بطواعية بهدف تحقيق أغراض معينة. فالقائد هو الشخص الذي يمتلك ميزات حقيقية شخصية تجعله قادر على التأثير في الآخرين لتحقيق أهداف المؤسسة المشتركة. كما عرف القائد بأنه الشخصية القادرة على اختيار العاملين وفرض احترامه عليهم والحصول على محبتهم ومعرفة أيضا إمكانات هؤلاء العاملين واستغلالها واستثمارها بالشكل المناسب. كما أن القائد هو من يقوم بتوزيع المسؤوليات على العاملين وإشراكهم في خدمة الأهداف المشتركة. فهو الشخص الذي يمتلك الكثير من المهارة والخبرة والكفاءة، وهذا ما يمكنه من تطويع الآخرين وقيادتهم بالإقناع والرغبة وطيب الخاطر حتى طبعا يحقق الأهداف المرسومة والمصالح المأمولة لهذه المؤسسة. يمكن للقادة أن يكونوا قدوة حسنة من خلال كونهم منفتحين وأيضا متقبلين للأشخاص أو للآخرين. لذلك يجب عليهم صنع بيئة يتم فيها تشجيع جميع العاملين على المساهمة والتعبير عن آرائهم بغض النظر عن أي اختلافات فيما بينهم. من أساليب القيادة الإبداعية المتبعة أسلوب القيادة التشاركية، وهو مدخل مهم لتطوير الأداء الإداري والقيادة وحل المشكلات وإحداث التغييرات المطلوبة في المؤسسات، حيث يمكن توظيفها في صياغة المناخ المناسب للإبداع وتحفيز العاملين على تأدية المهام المطلوبة منهم للوصول إلى نجاح المؤسسة وتفوقها. أسلوب القيادة بالأهداف، وهذا الأسلوب الإداري يشترك فيه القائد والمرؤوسين في كافة المستويات الإدارية في تحديد الأهداف التي ينبغي تحقيقها بطرق مبتكرة وبطرق جديدة وبطرق إبداعية. أسلوب القيادة التطويرية يتمثل في قدرة القائد على حث همم العاملين وأيضا على قدرته على استشراف المستقبل ومواكبة التطورات والمستجدات ومعرفة الحاجات المستقبلية. مقومات القائد الإبداعية: غدت حاجة المؤسسات للقيادة المبدعة حاجة ملحة لما فرضته تغيرات العصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع كما تحدثنا بداية المحاضرة. وهذا يستدعي وجود قيادات مبدعة تمتلك المقدرات الأساسية للإبداع التي تنعكس على سلوك هذا القائد المبدع. من هذه المقومات الحساسية للمشكلات،
وهي قدرة هذا القائد على رؤية المشكلات المتعددة في وقت واحد وتحديدها بدقة، وتشمل حساسية المشكلات الرؤية الواضحة لأبعاد المشكلة وأسبابها والآثار المترتبة عليها. يتصف القائد الناجح بأنه يعمل بشكل جاد على اكتشاف المشكلات المختلفة في المواقف المختلفة. فالقائد المبدع يستطيع رؤية جميع المشكلات في الموقف الواحد ويعي الأخطاء ونواحي القصور في العمل الإداري. ومن مقومات القائد الإبداعي الأخرى الطلاقة، وهي تمثل قدرة هذا القائد على إنتاج أكبر قدر من الأفكار والجمل والألفاظ ذات المعاني والتوصل إلى أفكار ترتبط بفكرة ما، وإنتاج أيضا تصورات بموقف معين في فترة زمنية محددة. الأصالة تعني قدرة الفرد على توليد الأفكار الجديدة وأيضا المدهشة أو الغريبة التي تثير انتباه الآخرين، حيث تكون هذه الأفكار نادرة وهي إنتاج غير مألوف. فالقادة المبدعين يستطيعون الابتعاد عن الشائع والمألوف لإنتاج أفكار فريدة تميز منظماتهم ومؤسساتهم عن باقي المؤسسات الأخرى. المرونة النظر للمشكلة من عدة زوايا وإنتاج أكبر عدد من الأفكار المختلفة والمتميزة، وعدم التفكير داخل أطر محددة للوصول إلى كل ما هو جديد. التحليل إنتاج إبداعي ابتكاري يتضمن اختيار وتفتيت أي عمل جديد إلى وحدات بسيطة حتى يعاد تنظيمها، وهي من مقومات القائد الإبداعية. المخاطرة، الأخذ بزمام الأمور، الأمور، تبني أساليب وأفكار جديدة، الاستعداد لتحمل أيضا المخاطر الناتجة عما يقوم به هذا القائد، أي تحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك. المثابرة، وتعني قوة العزيمة والإصرار على الإنجاز وتحمل المسؤولية للوصول إلى الحلول الجديدة للمشكلات. المبادرة، وهي سمة أيضا من السمات الإبداعية، وهي القدرة على الإبداع والابتكار والتصرف الواعي والسريع في مختلف المواقف. وتظهر أيضا المبادرة في المناخ الصحي المؤسسي الذي يشجع العاملين ويحفزهم على المبادرات ويثني على المبدعين وعلى الإبداع. المحاضرات السابقة عن القائد المبدع ومهاراته بالتفصيل، سنقتصر هنا قليلا على هذه المهارات الأساسية التي لا بد للقائد أن يمتلكها وأن يمارسها. المهارات الفنية، وهي تلك الطرق والأساليب التي يستعملها هذا المدير أو القائد في ممارسة عمله ومعالجة مختلف المواقف التي يواجهها، مما يتطلب منه معرفة جميع النواحي الفنية التي يشرف على توجيهها، حيث تتضمن هذه المهارات قدرات أيضا من المعارف المتخصصة والكفاءة في استخدام هذه المعارف بشكل يحقق الأهداف. فعلى القائد أن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته الفنية، وذلك بتعميق الجانب العلمي للعملية الإدارية، أي ممارسة التدريب الذاتي. المهارات الإنسانية، وتعني قدرة تعامل قائد هذه المؤسسة بنجاح مع الآخرين وتنسيق جهودهم. المهارات الإنسانية كما نعلم ضرورية جدا في جميع المؤسسات، وبالذات المؤسسات التربوية التي تعنى مع تعاملاتها مع البشر أكثر من الأدوات أو الآلات. المهارات التصورية الإدراكية، وتتعلق هذه المهارات بقدرة القائد على إدراك التنظيم الذي يقوده وفهمه وإيجاد الترابط بين أجزائه ونشاطاته. كما أيضا ترتبط هذه المهارة بنظرته لهذا القائد الشاملة للأمور وتوقعاته المستقبلية. لهذا هذه المهارات ضرورية جدا للقائد، لأنها تعينه في التخطيط للعمل وتوجيهه وترتيب الأولويات وتوقع أيضا ما قد يحدث من مخاطر. المؤسسات الإدارية التي تؤثر في الإبداع، أو أدوار القادة في تعزيز الإبداع والابتكار. لابد للقادة من ممارسات مهمة يؤدونها في أثناء عملهم حتى يشجعوا
عملية الإبداع والابتكار في هذه المؤسسات التي يتولون أمرها، منها تعيين الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة التي تتصل برغبته وخبراته ومهاراته أيضاً، فذلك يؤدي إلى إيقاد شعلة الإبداع في هذه المؤسسة، والعكس صحيح، التعيين الأفراد في المكان غير المناسب يؤدي إلى الإحباط والشعور أيضاً بالتهديد. افساح المجال لأي فكرة في المؤسسة حتى تولد وتنمو، فالابتكار قائم على الإبداع لا على تقليد الآخرين، فلذلك يجب أن تعطى الحرية للأفكار حتى يتولد هذا الإبداع. الاعتناء بتنمية ورعاية الأفراد العاملين لأنهم مصدر القوة، مصدر قوة اقتصادية بشرية لتنمية وتطوير هذه المنشأة أو المؤسسة. لذلك ينبغي على القائد من تشجيع وتنمية العاملين وإتاحة الفرص لهم بالمشاركة في عملية صنع القرار وتحقيق النجاحات لهذه المؤسسة، وهذا كفيل بأن يبذل هؤلاء العاملين قصارى جهدهم لأداء العمل على الوجه الأكمل. فالمؤسسة ما هي إلا مجموعة جهود أبنائها وتضافرهم، وإعطاء العامل الفرصة لحتى يقرر بنفسه كيف ينفذ المهمة المسندة إليه، هذا ينمي الحافز الذاتي لديه. توزيع الموارد الإبداع حقيقة يدعم حينما يهتم به قادة المؤسسة، لذلك ينبغي عليهم أن يضعوا نظاماً أو قيم مؤكدة لتقدير المجهودات الإبداعية، فالعمل الإبداعي هو قمة أولويات القائد المبدع. التخلي عن الروتين واللامركزية في التعامل، وهذا ينمي القدرات الإبداعية في هذه المؤسسة من خلال تحويل العمل إلى شيء ممتع لا وظيفة فحسب. التجديد المستمر للفكر والطموحات، وهذا لا يتحقق إلا إذا شعر الفرد بأنه يتكامل في عمله وأنه يبني نفسه وشخصيته معا. هذا الشعور الحقيقي هو ما يدفع لتفجير الطاقة الإبداعية الكامنة بداخل هذا الفرد، وبالتالي توظيفها في خدمة أهداف المؤسسة وأهداف المجتمع. بشكل عام يمكن الحديث أن القائد التربوي الفعال يجب أن يتوفر فيه مزيج من الخصائص والسمات الشخصية والمهنية التي تعطيه صفة القائد التربوي، من أهمها الذكاء، حيث أن مدير المؤسسة الناجح هو الذي يملك عقلاً متفتحاً وبصيرة ثاقبة وقدرة على مسايرة التطورات وأيضاً القدرة على التعلم المستمر. المبادئ والابتكار، فالمدير الناجح أو القائد هو الذي يبادر في مواجهة مختلف المواقف ويحسن التصرف فيها ويتخذ القرارات الملائمة ويستنبط الحلول. الإقدام والثقة بالنفس، حيث أن المؤسسة تحتاج إلى قائد شجاع غير متذبذب، كله ثقة وحزم حتى يستطيع أن يتخذ القرارات ويواجه الطوارئ. النضج الانفعالي، المدير الأصلح لقيادة المؤسسة هو ذلك الشخص الذي يملك القدرة على مواجهة المواقف والتعامل مع الآخرين بثبات واستقرار وضبط النفس، حيث يكظم انفعالاته ولا يترك مكاناً للتردد والتحيز، وهذا يجسد المناخ التربوي الملائم ويوجد أيضا نوع من التوافق النفسي والاجتماعي للجماعات. التعاون والتفاعل الاجتماعي، فالقائد الناجح هو الذي يملك القدرة على الإيحاء للآخرين ويشحذ هممهم ويوحد جهودهم وأيضا يعزز روح التعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف المؤسسة، بالإضافة إلى القدرة على الإقناع والقدرة على التعبير، الطلاقة اللفظية وحسن اختيار الكلمات لإيصال المعاني بوضوح، ومن الصفات الأخرى أيضا الصبر والمثابرة والطموح وتحمل المسؤولية والقدرة على الإدراك والتحليل. فالقائد التربوي ينبغي أن يكون ثاقب البصر، دقيق الملاحظة، مدرك لجميع التفاصيل، يحلل المشكلة إلى عناصرها الأساسية، وأيضاً يتعامل بنفس هذا الأسلوب العلمي مع جميع القضايا المطروحة في مؤسسته.
القدرة على إدارة العلاقات وأشكال التفاعل بين أفراد المؤسسة، فينمي فيما بينهم العلاقات البناءة والمثمرة في جو يسوده الاحترام والثقة والتفاهم. القدرة على التعليم والتدريب، فالقائد التربوي أيضاً هو معلم ومدرب يملك مهارات وخبرات بإمكانه أن ينقلها للآخرين لتحسين سلوكياتهم المتعلقة بالأداء في العمل عن طريق التعليم والتدريب. وينبغي على القائد أيضاً أن يكون صادقاً في أقواله وأفعاله، واسع الصدر، يسعى إلى الخير والصلاح، محباً لعمله ومتفانياً أيضاً في خدمة أبناء مجتمعه. وفي النهاية أيضاً المظهر الشخصي ضروري بالنسبة للقائد، فحسن مظهر القائد وهندام أيضا له الأثر البارز في مواقف العملية التربوية أو كدوره كقائد تربوي. قدرات إبداعية تدفع القائد إلى النجاح والتميز. القادة المبدعون بشكل عام يبحثون عن الطرق والحلول البديلة ولا يكتفون بطريقة واحدة لحل مشكلات العمل. لديهم تصميم وإرادة قوية لا تهزمها المواقف الصعبة، فهم مبدعون أيضا برسم الأهداف ويصرون على الوصول إليها ويجتهدون كذلك لتحقيقها. القادة المبدعون لا يخشون الفشل ولا يملون من التجارب. على سبيل المثال، أديسون جرب 1800 تجربة قبل أن يخترع لنا المصباح الكهربائي. القادة المبدعون مبادرون، متفائلون، إيجابيون، ولا يميلون للروتين، بل لديهم حب الاستطلاع والاستفسار والحماس المستمر لكل جديد بالعمل، ولديهم الرغبة في التقصي والاكتشاف لمعظم التفاصيل الصعبة. القادة المبدعون يتميزون بالبراعة والدهاء وسرعة البديهة وتعدد الأفكار والإجابات بالمقارنة مع أقرانهم، كما أنهم يمتلكون القدرة على عرض أفكارهم بصورة مبدعة، ويتمتعون بخيال رحب وقدرة عالية على التصور الذهني، ويتمتعون أيضاً بمستويات عقلية عليا، ثم يمارسون فيها عمليات التحليل والتركيب والابتكار. القادة المبدعون يتميزون بالاستقلالية كذلك في الفكر والعمل، ويتمسكون بآرائهم إذا شعروا أنهم على صواب. القادة المبدعون أكثر جرأة ومغامرة من غيرهم، وأكثر ضبطاً للذات وسيطرة عليها. كيف تحدث عملية الإبداع القيادي؟ يقول تشارلي تشابلن أن الأفكار تأتي من خلال الرغبة الشديدة لدى الفرد في إيجادها. فكيف تحدث إذن عملية الإبداع القيادي؟ حتى تتحقق عملية الإبداع القيادي لابد من شروط محددة، حيث أن عملية الإبداع تمر بمجموعة من العمليات، فهي ليست وليدة اللحظة أو صدفة. من هذه العمليات التي تمر بها مرحلة البدء والاستكشاف، وهي مرحلة من العمل والجد والمثابرة، ينتج عنها الخبرة والممارسة، مما يمكن القائد ليبدأ عملية الإبداع عن وعي وثقافة. مرحلة التحليل يحدث فيها تحليل للمشكلات أو النتائج التي تنتج عن ممارسة فرق العمل والبحث عن أسبابها والسعي إلى حلها بطرق إبداعية. مرحلة التأمل بعد عملية التحليل واستحضار أسباب المشكلات، يحتاج القائد إلى التأمل فيما وصل إليه من نتائج وحلول ليبدأ برسم خارطة الطريق نحو الأداء والعمل الإبداعي في المؤسسة. مرحلة الوعي، تظهر العملية الإبداعية في هذه المرحلة في الوعي الإنساني، وتترجم الأفكار إلى أفعال، وتخرج الفكرة إلى حيز التنفيذ. فالإبداع والقيادة متلازمان، والوعي عملية تراكمية لا تنشأ من الفراغ ولا تتوقف على قدرات أو مواهب معينة. مرحلة العمل والتطبيق، وهي مرحلة ما بعد استبصار النتائج والحلول المبتكرة، يتم تهيئة فريق العمل وإشراكهم في الحل لتكوين منظومة عمل تتسم بالإيجابية والإبداع للبدء في تطبيق العمل أو الأداء الإبداعي. مرحلة التكوين، أي أن يكون العمل الإبداعي مستمر ومتواصل، وتأتي هذه المرحلة بعد المراحل السابقة، البدء والاكتشاف، الوعي والتأمل والتطبيق، ومن ثم التجربة، حتى الدخول في مرحلة التكوين والنضوج والاستمرارية للعمل والأداء الإبداعي.
يمكن الوصول إلى الإبداع من خلال برامج تدريبية بطرق عديدة. فهناك برامج تدريبية خاصة تبدأ بتوعية القادة وتشجيعهم على أن يكرسوا وقتاً كافياً لتعلم استراتيجيات مختلفة للتفكير الإبداعي، وتشجيعهم أيضاً على ممارستها في جو ديمقراطي يتسم بالحرية. ومن الوسائل والطرق المعينة للقائد لزيادة المهارات القيادية لديه وزيادة الكفاءة وتحسين الأداء، الاختلاط والتفاعل مع الأشخاص ذوي الخبرة والمعرفة والأقدم والأكثر معرفة لعملية تبادل المعرفة فيما بينهم، والانضمام إلى البرامج التدريبية المتطورة والمسايرة لركب العلم والمعرفة، وأيضا الانضمام إلى الأندية والمؤسسات التي تنمي مهارات التحدث والاستماع والتفكير واستخدام الأساليب التدريبية الحديثة والاستراتيجيات المختلفة للتفكير الإبداعي. ويتحقق السرعة في ممارسة وإدخال الإبداع التنظيمي الفعال في بيئة العمل المؤسسي ومواكبة الأساليب الإدارية الناجحة. فإن من الأهمية أن يأخذ القائد بعين الاعتبار الجوانب التي تركز على الإبداع والتجديد، أي الخروج عن العمل الروتيني والجمود، مع ضرورة تشجيع الأفكار الإبداعية وتبنيها ومواكبة التجديد وممارسة المرونة في تنفيذ سياسات العمل والإجراءات وتطبيق الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع التغيرات البيئية ومتطلبات أيضا أصحاب المصالح المتجددة. السرعة في التفاعل والاستجابة مع التغيرات المختلفة، أي ضرورة السرعة في استثمار الوقت ومحاولة التخلص من التأجيل والتسويف، لأن عملية التطور هي عملية سريعة ومتجددة، فلا يملك القائد مفتاح السيطرة عليها كما يشاء. الممارسة الفاعلة للوظائف الإدارية والقيادية في إدارة عناصر الإنتاج المختلفة، أي على القادة أن يستخدموا مهاراتهم القيادية بشكل فاعل كعنصر مهم أيضا من عناصر الإنتاج، إلى جانب العناصر الأخرى المادية والمالية والبشرية والمعلوماتية، لأن هذه الموارد مهما بلغ حجم توفرها وإمكانياتها لا يمكن أن تنجح وتحقق الفاعلية والكفاءة معا في غياب عنصر القائد أو غياب عنصر القيادة الإبداعية. ومن أساليب تنمية القيادي، حيث تؤكد المؤسسات الإبداعية أنها هي القادرة على التكيف بسرعة مع العوامل المحيطة والمتغيرة. أسلوب العصف الذهني، والذي يعرف بأنه طريقة لتوليد عدد كبير من الأفكار من خلال مجموعة من الأفراد خلال فترة زمنية وجيزة بغرض حل المشكلات بطريقة غير مألوفة وبطريقة إبداعية. أسلوب ملف الإنجاز للقيادات، حيث يمثل ذلك دليل إنجاز القائد والإسهامات والتصورات التي قام بها، حيث يستطيع القائد مواصلة التفكير والعمل الإبداعي، وتمكنه أيضا من إجراء عملية التقييم الذاتي بالإضافة إلى تعميق جوانب التعلم من خلال الاعتماد على الاستراتيجيات المختلفة. وبناء على ذلك تختلف طرق تنمية التفكير الإبداعي وفقا للاتجاهات والنظريات المتبعة. فمن هذه الأساليب استخدام النشاطات العلمية مفتوحة النهاية، وهي أسئلة تتطلب إجابة كاملة يستخدم فيها المتعلم مشاعره ومعرفته الخاصة، بحيث تتيح الفرصة له للتعبير عن نفسه وأفكاره والكشف عن قدراته المعرفية والمهارية المختلفة. وبعد عملية الكشف، سوف يهدف بعد ذلك إلى التركيب وربط العلاقات فيما بعضها واستنتاج الآثار وصياغة الاستخلاصات مثل التعميمات والمبادئ. وتتميز هذه النشاطات بأن النتائج أو الإجابات عن المشكلات المبحوثة ليست معروفة للمتدرب على هذا النوع من النشاطات. وبالتالي يزود المتدربين بنشاطات علمية إبداعية تتضمن إيجاد المشكلة، تكوين الفرضيات، إيجاد استعمالات جديدة للأجهزة والأدوات العلمية، إنتاج الأفكار الأصيلة، وأيضا كيفية الاتصال العلمي والتعبير العلمي المناسب، خاصة في تقرير النشاطات والمشروعات العلمية البحثية. طريقة التقصي والاكتشاف،
وهي الطريقة التي تقوم على خطوات إجرائية متسلسلة مترابطة تؤدي لزيادة المستوى المعرفي لدى المتعلم، وتقوم هذه الطريقة على 4 مرتكزات رئيسية: عرض الظاهرة أو الموقف على المتدرب، وهنا نقصد القائد الذي يحاول تنمية التفكير الإبداعي لديه، طرح أسئلة قصيرة ومحددة ومتسلسلة تثير تفكير هذا القائد وترتقي بمستوى تفكيره المنطقي، وتوفر له كذلك ثقافة علمية مناسبة حتى يتقصى ويكتشف، دفع المتدرب حتى يقترح الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، وأيضا ممارسة التعلم بالاكتشاف، ثم تقييم هذه الحلول واعتبار الإجابات النموذجية خطوط عريضة يستطيع من خلالها أن يكتشف قدرات المتدربين وإمكاناتهم. تعتبر هذه الطريقة، طريقة التقصي والاكتشاف، من أكثر الطرائق فاعلية في تنمية التفكير العلمي لدى المتدربين، وذلك لأنها تتيح الفرصة أمام المتدربين لممارسة العمليات العقلية ومهارات التقصي والاكتشاف بأنفسهم، كما تؤكد على عمليات من حيث ثقته وشعوره بالإنجاز واحترامه لذاته وزيادة مستوى طموحه وتطوير مواهبه. ومن طرائق تنمية التفكير الإبداعي أيضاً استخدام الأسئلة المتباعدة أو المتشعبة، وتعتبر هذه الأسئلة في وسيلة فاعلة في تنمية المواهب والقدرات الإبداعية لدى المتدربين، وهم هنا القادة، لأنها تتيح الفرصة أمامهم لأن يستخدموا عقولهم باتجاهات متشعبة ومختلفة، وذلك لإيجاد الإجابات المختلفة للأسئلة أو المواقف المطروحة، وهذا يحفز المتدربين على التفكير المتباعد، وأيضاً يهيئ لهم الجو لاتخاذ القرارات المناسبة للمواقف المعروضة، وأيضاً استخدام المواهب والقدرات الكامنة لديهم. الألغاز الصورية، يتميز هذا الأسلوب بأنه يمكن استخدامه كنقطة بدء جديدة لتدريس الموضوعات العلمية، وخاصة التي تتطلب وقت وجهد كبير لتكوين الألغاز الصورية، كما أنه أيضا يبعث الحيوية في الدروس العلمية. وهذا الأسلوب على سبيل المثال نعرض فيه صورتان أو أكثر لشيء أو ظاهرة ما، ونقوم بتحوير هذا الشيء في إحدى الصورتين تحويرا بسيطا، ويسأل المتدربين عن هذا التحوير أو الاختلاف الذي حصل. الألعاب العلمية ذات الطابع العلمي تهدف أيضاً إلى تنشيط القدرات العقلية وتحسين الموهبة الإبداعية لدى المتدربين، لأنها تتيح أيضاً لهم عمليات البحث والتنقيب والتفكير وإيجاد العلاقات المتشابهة والمختلفة. حفز أو قصف أو إمطار الدماغ، حيث ينظر إلى هذه العملية كنوع من التفكير الجماعي الذي يهدف إلى الحصول على العديد من الأفكار والتنوع في القرارات التي سيتم اتخاذها. فإذا ما تأجل إصدار الأحكام على الأفكار بمجرد ظهورها، وبخاصة عندما تعرض المشكلات على المتدربين، يصعب حلها بشكل فردي. فإحساس المتدرب بأن أفكاره أو آراءه ستكون موضعاً للنقد والانتقاد والرقابة منذ ظهورها قد يكون عاملاً مانعاً أو مثبطاً لإصدار أي أفكار أخرى. لذلك نستخدم هذا الأسلوب، وهو أسلوب حفز الدماغ، حيث يتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات صغيرة من 5 إلى 10 متدربين، وتطرح المشكلات أو الأسئلة عليهم، فيقوم كل فرد باقتراح الحلول، وتكون الحلول مقدمة بشكل جماعي من هذه المجموعة وليس بشكل فردي. ومن الطرائق الأخرى أيضاً فرض أو إيجاد العلاقات، حيث يقوم هذا الأسلوب على إيجاد العلاقات بين شيئين أو أكثر ليس بينهما أي صلة، ويستخدم هذا الأسلوب كنقطة بدء في عملية توليد الأفكار. تآلف أو تأليف الأشتات يعد من النماذج الفعالة في تطوير القدرات الابتكارية لدى الطلبة وغيرهم في المجالات المتنوعة والمختلفة، حيث أن هذا النموذج طور من قبل ويليام جوردن، حيث أن عمله بدأ من فكرة تطوير وبناء مجموعات ابتكار في المؤسسات الصناعية، أي في المجموعات التي يتم فيها اجتماع لأفرادها من أجل تجميع الخبرة والمعرفة لقيام بعملية تطوير الإنتاج. ثم بعد ذلك طور جوردن
هذا النموذج من أجل استخدامه في عملية التعليم، حيث يرى بعض علماء النفس والتربويين أن تآلف الأجداد يتضمن ربط العناصر والموضوعات المختلفة ببعضها البعض، أي ربط العناصر والأفكار والموضوعات التي تدل على عدم وجود ترابط بين بعضها البعض. فهذا النموذج يستهدف تنمية المهارات الابتكارية لدى الطلبة، ويستند على أساس أن عملية الإبداع هي نشاط عقلي يمارس المتدرب في موقع يقوم فيه بتحديد وفهم المشكلة أولاً، ثم في موقف حل المشكلة ثانياً، ويستخدم هذا الأسلوب من حيث المبدأ لجعل الغريب مألوفاً وجعل المألوف غريب. تمثيل الأدوار: في هذا الأسلوب يمارس المتدرب الدور الذي يتفق عليه، مما يسمح له بالتصرف كصاحب الدور نفسه، فقد يطلب المدرب من المتدربين أن يقوموا بدور قائد المستويات العليا على سبيل المثال، حيث يتيح هذا الأسلوب المجال أمام المتدربين لإطلاق أفكارهم وآرائهم الجديدة بناء على الشخصيات التي يمارسونها، وهذا ينمي موهبة ومهارة الاتصال، وأيضاً تقصي المشكلات العلمية وإدارة المناقشات والتعبير عن آرائهم بحرية واتخاذ القرارات المناسبة من جهة أخرى. معيقات الإبداع الإداري أو الإبداع القيادي: يواجه الإبداع العديد من المعيقات سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، التي تتداخل مع بعضها البعض ومن ثم تؤثر بدورها سلباً على أداء الأعمال في هذه المؤسسة. إحدى هذه التصنيفات حصرت معيقات الإبداع في 4 مجموعات، هي معيقات عقلية وانفعالية ودافعية وتنظيمية. المعيقات العقلية أولاً تتمثل في ضعف قدرة هذا القائد على الإدراك والتذكر والتحليل واتساع المدى والتنويع وانحصار التفكير في حدود ثابتة لا يستطيع الخروج منها، ويبدو ذلك عند اعتماد المديرين بشكل خاص على الإحساس والبديهة بالصواب والخطأ عند حل المشكلات، واستخدام الأساليب المألوفة وضعف القدرة على ترجمة الأفكار إلى الخطط المحددة القابلة للتنفيذ. المعيقات الانفعالية منها الخوف والتردد، حيث أن المغالاة في بعض الانفعالات لدى الفرد مثل الخوف والتردد والقلق قد تسبب إحاقة للعملية الإبداعية في المؤسسة، لأنها تؤدي إلى تقييد التفكير والجمود وتمنع السعي وراء ما هو جديد، كما أنها تسبب الانطواء على النفس أو ضعف الثقة بالنفس. من مظاهر ذلك خوف المديرين من التجديد لما يترتب عليه من مخاطر مجهولة، واستخدام أسلوب التبعية في التفكير، والخوف من التعرض للسخرية والظهور ومواجهة الآخرين. المعيقات الدافعية: حيث أن ممارسة المديرين للإبداع لابد أن تكون برغبة حقيقية تنبع من داخلهم، بحيث يكونون مدفوعين للدرجة التي تجعلهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الإبداع. المعيقات التنظيمية: حيث أن من العوامل التنظيمية التي قد تؤدي إلى إعاقة إبداع المديرين تركز السلطة في يد الوزارات والمؤسسات الخاصة وضعف السماح لهم بالاشتراك في المساهمة في تنظيم ورسم خطط هذه المؤسسة، كما أن بعض المؤسسات والوزارات تلزم المديرين بالرجوع إلى الإدارة العامة في كل ما يتعلق بالعمل المؤسسي، وهذا أيضاً يعيق الإبداع. من عوائق الإبداع في العمل القيادي التصورات الخاطئة التي تكون لدى القيادات الإدارية، منها أن الاعتقاد بأن الإبداع صفة وراثية لا يمكن اكتسابها، الاعتقاد بمحدودية ومجالات الإبداع في العمل الإداري أو الخدمات العامة، والتعبر بندرة الموارد والإمكانات المادية والمالية والفنية المتاحة في هذه المؤسسة، والاعتقاد أيضاً الخاطئ بأن الإبداع يدور فقط حول وجود مشكلة أو أزمة فعلية قائمة، والاعتقاد الخاطئ بأن الإبداع هو مسؤولية أفراد معينين في هذه المؤسسة. ومن عوائق الإبداع في العمل القيادي الأخرى أيضاً عدم رغبة الجهات الإدارية بالتغيير والركون إلى ما يسمى بجمود الإدارة
أو سوء المناخ التنظيمي ونظام الاتصالات داخل هذه المؤسسة، واختلاف القيم الاجتماعية السائدة ورفض البعض للتفكير بغير الطرق المألوفة. ومن العوائق أيضاً الظروف الاقتصادية ومركزية الإدارة وعدم الإيمان بالتفويض أو تفويض السلطات. نذكر بأن القيادة موضوع بغاية الأهمية، اهتم به الكثير من الفلاسفة وعلماء الإدارة، ممن ينشدون النجاح والتميز العملي بمختلف أشكاله ومجالاته. فالقيادة هي المحور الأساسي لنجاح العمل الجماعي وتطور الأداء كما شاهدنا في هذه المحاضرة، وذلك باعتبار أن قائد العمل هو المحرك الرئيس لجميع مراحل التنمية بكل ما يتضمن هذا المعنى من أبداع، حيث يؤثر القادة تأثير مباشر وقوي على سلوك العاملين والقدرات الإبداعية لديهم. لذا فإن درجة التفاوت في الجودة والتطوير بين المؤسسات غالبا ما ترجع إلى الاختلافات الموجودة بين هؤلاء القادة، مثل أسلوب عملهم وأسلوب إدارتهم للفريق. وفي ضوء هذا الإدراك، فصلاح المؤسسات العامة أو الخاصة يتطلب إذن إيجاد القيادات المبدعة الناجحة التي تكتشف الأفكار الجديدة والأنماط غير المسبوقة من الأداء أو الإنتاج. وما أن القائد المبدع دائما يتفوق على المدير الذي يهتم فقط بتنفيذ أهداف المؤسسة ويحقق النتائج المطلوبة منه، لكن القائد الإبداعي أو القائد المبدع يتسم دائما تفكيره بالأصالة والطلاقة والمرونة، وهو الذي يهتم بتطوير المؤسسة فيبتكر لها أهداف جديدة أو يطور من وسائلها وأساليب ممارستها للأعمال. فالقائد المبدع لا يتعامل مع الأساليب التقليدية مثل المدير، ولكنه يبتكر أساليب غير مألوفة وغير مسبوقة. القائد يمكنه أن يكون مبدعاً بإرادته وتصميمه وتنمية عقله باستمرار وممارسة التثقيف الذاتي والتقييم الذاتي كما تحدثنا، فهو يلاحظ ويراقب ويحلل ويقارن ويستفيد من أخطاء وأخطاء الآخرين، فيتعلم من نجاح من نجحوا ويأخذ عبرة من إخفاق من أخفقوا، ويحلل كل ذلك ويقارن ويفكر بطرق غير مسبوقة. فهو بالأصل هذا القائد المبدع مارس جميع أنماط التفكير إلى أن وصل إلى أسلوب التفكير الإبداعي الذي هو عليه الآن، والذي يتسم كما قلنا بالأصالة والمرونة والطلاقة. وقبل أن ننهي هذه المحاضرة، نستذكر أبرز ما ورد بها من موضوعات. تحدثنا بداية عن أهمية القيادة والقائد، فالقيادة هي حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية، وهي البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهيم والاستراتيجيات والسياسات، كما أن القيادة لها دور بارز في تنمية وتدريب ورعاية الأفراد والعاملين وتحقيق الأهداف المشتركة. وفيما يتعلق بأسباب الحاجة إلى القيادة الإبداعية في المؤسسات التعليمية بشكل خاص، حاجت هذه المؤسسات إلى زيادة قدرتها التنافسية وتقديم خدماتها بشكل أفضل، كما أن الإبداع يزيد من تقدم المؤسسات التعليمية وقابليتها للتكيف والتطور مع المتغيرات وزيادة المرونة في عملياتها الإدارية والفنية المختلفة، كما أن الإبداع يسهم في تحقيق الذات والشعور بالإنجاز لجميع العاملين في المؤسسات التربوية، فهو يوضح للأفراد مسارات التطوير والتجديد في هذه المؤسسات. عرفنا القيادة في هذه المحاضرة بأنها سلوك الفرد عند قيام بتوجيه نشاطات الجماعة، والقيادة هي النشاط الذي يمارسه القائد للتأثير على الناس وجعلهم يتعاونون لتحقيق الأهداف المشتركة. وميزنا بين القائد والمدير، فكما تحدثنا كل قائد مدير وليس كل مدير قائد. ومن معايير اختيار القادة كما وردت في الآية الكريمة معيار القوة ومعيار الأمانة.
ومن فنون القيادة التي ذكرناها فن إصدار الأوامر وفن الاتصال والتأنيب وفن إعطاء المكافآت لمن يستحقها والمراقبة وفن التعاون مع القادة الآخرين. كما ذكرنا مجالات الإبداع الوظيفي من خلال تفعيل السياسات الجديدة وإيجاد الفرص الجديدة واستخدام الأساليب المتنوعة وأيضاً إحداث التغييرات المطلوبة في تصميم الهياكل التنظيمية في هذه المؤسسة. وعرفنا القيادة الإبداعية بأنها الممارسة القيادية التي تعتمد على تحقيق أعلى معايير الجودة والأداء المهني باستخدام المؤهلات والمهارات والخبرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاستشرافية، وبنفس الوقت استخراج القدرات الكامنة المخزونة لدى الموظفين أو العاملين وتطويعها لتحقيق الإنتاج والأهداف. فالقيادة الإبداعية هي نمط قيادي يتسم بالحساسية للمشكلات والمثابرة كما ذكرنا، ويستدل عليه من المبادرات والممارسات غير المألوفة التي تكون في هذه المؤسسة. عرفنا القائد بأنه الشخص الذي يوجه ويرشد ويهدي العاملين الذين يقبلون بدورهم هذا التوجيه والإرشاد بهدف تحقيق الأهداف أو الأغراض المشتركة، فهو الشخص الذي يمتلك الكثير من المهارة والخبرة والكفاءة والسلطة، وهذا يمكنه من تطويع الآخرين وقيادتهم بالإقناع والرغبة. ومن أساليب القيادة الإبداعية أسلوب القيادة التشاركية وأسلوب القيادة بالأهداف وأسلوب القيادة التطويرية. ومن مقومات القائد الإبداعي التي ذكرناها الحساسية للمشكلات والطلاقة والأصالة والمرونة والقدرة على التحليل والمخاطرة والمثابرة والمبادرة. والمهارات القائد المبدع التي اختصرناها في 3 مجالات: المهارات الفنية والإنسانية والتصورية الإدراكية. وبشكل عام ذكرنا بعض أنواع الممارسات الإدارية التي تؤثر في الإبداع أو في الأداء الإبداعي في هذه المؤسسة، منها تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، إفساح المجال للأفكار الإبداعية، الاعتناء بتنمية ورعاية الأفراد العاملين لأنهم المصدر الحقيقي للقوة الاقتصادية في هذه المؤسسة. كما خصصنا الذكر للقائد التربوي بمجموعة من المهارات أبرزها الذكاء، المبادئ والابتكار، الإقدام والثقة بالنفس، النضج الانفعالي، والقدرة على الإقناع والتعبير والصبر والمثابرة والطموح وتحمل المسؤولية وغيرها أيضا من المهارات التي يختص بها القائد التربوي المبدع. وذكرنا أن عملية الإبداع القيادي تمر بمراحل عديدة، فهي ليست وليدة اللحظة أو الصدفة، منها البدء والاستكشاف والتحليل والتأمل والوعي ومرحلة العمل والتطبيق للوصول إلى مرحلة التكوين والنضوج والاستمرارية. ومن أساليب تنمية القيادي أسلوب العصف الذهني وأسلوب ملف الإنجاز الذي يمثل دليل إنجاز القائد والإسهامات والتصورات التي قام بها، وهذا يدفعه لإجراء عملية التقييم الذاتي للأداء الخاص به وأيضا تعميق جوانب التعلم والاستفادة من التجارب السابقة. ومن طرائق تنمية التفكير الإبداعي التي ذكرناها استخدام النشاطات العلمية مفتوحة النهاية وطريقة التقصي والاكتشاف واستخدام الأسئلة المتباعدة والألغاز والألعاب العلمية وحفز أو قصف الدماغ وفرض وإيجاد العلاقات وكذلك تآلف الأشتات وتمثيل الأدوار. ومن معيقات الإبداع الإداري أو القيادي التي ذكرناها المعيقات العقلية والمعيقات الانفعالية والمعيقات الدافعية وكذلك المعيقات التنظيمية. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا موضوعنا لهذا اليوم. الأسبوع المقبل إن شاء الله سوف نتحدث عن الفصل الأخير في هذا المساق الذي هو بعنوان تنظيم وتنسيق الإبداع التكنولوجي. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.